السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ستة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. درس النهاردة درس جميل وشيق، بس احنا في الاول هنشوف حاجة بسيطة كده كنا بنعملها واحنا صغيرين. كان ماما وبابا بيجيبوا لنا واحنا صغيرين ايه؟ بيجيبوا لنا المكعبات. فبتعمل ايه؟ بيقول لك بابا اعمل بيت صغير كده، ماشي؟ فانت تروح جايب بقى ايه المكعب. اول حاجة بتعملها بتمسك المكعب الصغير وتحط مكعب جنب مكعب جنب مكعب لغاية لما تبني البيت الكبير. خلاص، يبقى دلوقتي احنا عملنا ايه؟ جبنا المكعبات وحطيناهم فوق بعض وجمعنا مكعبات كتير قوي 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 لغاية لما عملنا ايه البيت. يبقى بناء او اساس البيت كان ايه؟ كان المكعب الصغير ده، صح؟ تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى ايه نشوف بقى ايه الانسان، بناء الانسان ايه دلوقتي، البداية كانت ايه. هقول لك دلوقتي هنشوف الفيديو ده، بص معايا كده. الفيديو ده شايفين ادي الخلية، يبقى دي بداية اصغر جزء بناء في جسم الإنسان هو الخلية. تمام؟ الخلية دي شايفين عاملة ازاي؟ أصغر جزء حي في جسم الإنسان. خلية مع خلية مع خلية بيتجمعوا، شايفين؟ يبقى خلايا كتير قوي 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 بيتجمعوا، عشان في الآخر الخلايا دي كلها بتبقى ايه؟ نسيج. يبقى النسيج عبارة عن مجموعة من الايه؟ من الخلايا. تمام؟ خلاص. طيب، وخلية مع خلية مع خلية هيدينا ايه؟ ها؟ نسيج. هيدينا ايه؟ نسيج. يبقى هنقول تاني، الخلية هتترتبط مع خلية تانية مع خلية تالتة مع خلية لغاية ملايين من الخلايا عشان يكونوا ايه؟ نسيج. طيب، وبعدين هيحصل ايه؟ نسيج. اول ما هيتكون هيبقى فيه نسيج مع نسيج مع نسيج، هيدينا ايه؟ عضو. ماشي؟ عضو زي ايه؟ زي مثلا المعدة. يبقى المعدة عبارة عن ايه؟ مجموعة من ايه؟ من النسيج. والنسيج عبارة عن ايه؟ مجموعة من الخلايا. تمام؟ خلاص، ماشي. طيب، وعضو مع عضو مع عضو يدينا ايه؟ ها؟ جهاز. زي الجهاز الايه؟ الهضمي. زي الجهاز الايه؟ الهضمي. طيب، الجهاز الهضمي مع الجهاز التنفسي، مع يعني جهاز مع جهاز مع جهاز يدينا ايه؟ يدينا ها جسم الانسان. عرفت بقى ان جسم الانسان الاصل كان ايه؟ كان الخلية. كان ايه؟ كان الخلية. يبقى البداية نعرف في البداية نقول ايه؟ ان بناء جسم الانسان، وحدة بناء جسم الإنسان هي إيه؟ الخلية. تمام؟ طيب، شايفين؟ هنقول بقى العكس بقى. الخلية، شايفين الخلية دي؟ خلية مع خلية مع خلية هتدينا إيه؟ ها؟ ها؟ نسيج. ونسيج مع نسيج مع نسيج يدينا إيه؟ ها؟ عضو. وعضو مع عضو يدينا إيه؟ ها؟ جهاز. اللي هو ده جهاز ايه؟ الهضمي. ودي الكبد. ماشي؟ وجهاز مع جهاز مع جهاز يدينا ايه؟ جسم الانسان. دلوقتي احنا قلناها، قلنا من اول الخلية، الخلية كانت ايه؟ خلية صغنونة كده، ماشي؟ بعد كده الخليات كلها اجتمعت مع بعض، يعني كل يعني عبارة عن ان النسيج ده عبارة عن مجموعة كبيرة قوي 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 من الخلايا. تمام؟ وجهاز مع جهاز مع جهاز يدينا ايه؟ جسم الانسان. يعني جسم الانسان عبارة عن مجموعة من ايه؟ من الاجهزة. والجهاز ينفع نقول عليه ايه؟ عنصر. لما يقول لك عنصر اللي هو جهاز. تمام؟
خلاص ماشي. حتى لما بيقولوا ان ايه، في تعريف في جسم الانسان، لما نعرف دلوقتي اول حاجة فوق، فوق بيقول لنا ايه بقى، هو بيدينا فكرة بسيطة بس عشان نبتدي الدرس، بيقول لنا اصغر وحدة لبناء المنزل هيكون ايه؟ هيكون الحيطة ولا الطوبة الصغيرة؟ اصغر عضو، ها، اصغر وحدة قصدي اللي بنبني بيها البيت او المنزل، ها، تبتدي ايه؟ زي ايه؟ زي المكعبات، بنبتدي ايه بمكعب صغير، يبقى ليه الطوب. برافو عليك، ماشي. طيب تعتبر المعدة من اعضاء الجهاز الايه؟ فاكرين لما خدنا في سنة رابعة؟ ها، الجهاز الهضمي، شطور. طيب دلوقتي احنا حوالينا طبعا توجد انظمه كتيره قوي قوي قوي، خلاص، وعارفين ان احنا خدنا النظام البيئي. لو سمحت يا رانيا قولي لي النظام البيئي عباره عن ايه؟ طيب النظام البيئي كنا احنا خدنا في سنة رابعة وسنة خمسة، تمام، لما كنا بناخد ان في مكان مثلا، تمام، بيئة حوالينا، اي بيئة حوالينا كنا ممكن الاقي شجر، ممكن الاقي حيوانات، معرفش حيوان مات كده ليه، ممكن الاقي حاجات كتير قوي وميه وكده، صح؟ لقيت ايه؟ ها، لقيت حاجات كتير قوي حواليا، والحيوان ده مش عارفه بيعمل ايه، والشجره بتعمل ايه، وكل واحد كان بيعمل وظيفته، تمام. ده كده نظام كبير حواليا، بقى في غابه، في حاجات كتير قوي. طب ما في جسمي بقى نظام صغير، اللي هو مين يا ماما؟ النظام الصغير دلوقتي انا لسه قايله لك عليه يا رانيا، ان احنا خدنا الخليه وقلنا الخليه دي وحده بناء ايه، ها، جسم الإنسان. شطوره. دلوقتي عايزين نشوف، بيقول لك ما هو النظام. النظام هو مجموعه عناصر تعمل معا لتؤدي وظيفه محدده. طيب هنشوف جسم الانسان بقى ونعرف هل هو نظام ولا لا. طيب نشوف، قلنا دلوقتي النظام عبارة عن ايه؟ مجموعة من العناصر. طب هل جسم الانسان عبارة عن مجموعة من العناصر؟ قلنا عنصر يعني ايه؟ جهاز، خلاص. هل فعلا؟ ايوه طبعا، احنا خدنا ان جسم الانسان عبارة عن مجموعة من الاجهزة مع بعض عشان ايه؟ عشان نقدر نعيش. هل احنا نقدر نعيش من غير جهاز التنفسي او جهاز الهضمي؟ فكله بيكمل بعض، تمام، يبقى تعمل معا للحفاظ على حياته. طيب هنمسك جهاز من الأجهزة زي الجهاز الهضمي، تمام، وهناخده كده ونعتبره طبعا نظام فرعي، خلاص، يعني جزء، جزء من ايه، من أجهزة جسم الإنسان، عشان كده بنقول عليه ايه، نظام فرعي. يبقى الجهاز الهضمي يعتبر نظام فرعي من جسم الإنسان، وهو يتكون من ايه، ها، الجهاز الهضمي عبارة عن ايه اصلا؟ ها، بنبص كده، افتحي لي يا استاذة رانيا كده على الجهاز، الاجهزة، الجهاز الهضمي، شايفين؟ واحنا قلنا عبارة عن ايه؟ ها، ممكن تقول لنا جهاز الهضمي مكوناته ايه؟ وقت الجهاز الهضمي كان متكون من هو الفم، وطبعا كان في البلعوم والمعدة والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، وكان كل الأعضاء دي، كان كل عضو مع بعض، عضو مع عضو مع عضو مع عضو، كون لي الجهاز، تمام؟ جهاز مع جهاز مع جهاز مع جهاز، كون لي إيه؟ كون لي جسم الإنسان زي الصورة دي بالظبط، تمام؟ طيب مبدئيا كده عندي أهو في الصورة دي، أدي خلية ودي أصغر حتة في جسم، تمام. طيب خلية زي اصغر حتة في جسمي، يعني ايه؟ يعني ايه؟ عارفين، عارفين القطن، القطن ده حاجة ايه، بنزرع القطن، صح، باخد القطن ميه، ببدأ اكون قطن مع قطن مع قطن مع قطن، اعمل بيه ايه، خيط، صح، بعمل ايه، بكرة الخيط، شطورة. البكرة مع البكرة مع البكرة، حلوة البكرة يعني البكرة اللي هي بكرة الخيط، ماشي، البكرة دي بقعد ايه، اخيط اخيط اخيط، فراح عاملة ايه، ها، اروح اعمل مثلا بلوزه، او سوري، اعمل قميص، اجيب القميص مع البنطلون مع الكرافطه مع الجاكيت، اروح عامله ايه، بدله. يبقى انا كده كاني عملت ايه، ها، جهاز، عملت البدله. طيب البدله مع العروسه مع العريس، رحت جبت ايه، بيت بقى، خلاص عملت ايه، اسره، خلاص انا بقى جسمي عملت منه اسره، ايه رايك؟ برافو، برافو عليك. يعني دلوقتي عرفنا دلوقتي يعني ايه خلية،
خلاص. بس دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش جوه الخلية ونشوف. بيقول الخلية كنظام، يعني دلوقتي الخلية نفسها هنخش فيها ونشوف عبارة عن ايه. تمام خلاص، يبقى الخلية كنظام. شوف بقى، الخلية هي اصغر جزء في الكائنات الحية، وقلنا الكلام ده صح ولا غلط يا رانيا؟ ممكن اقول لك حاجه يا ماما؟ قولي. دلوقتي الخليه دي طبعا انا في كليه الطب صح؟ صح، طيب الخليه دي لما احنا خدناها يعتبر عارفه كانها عامله زي كوكب لوحدها، فيها حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره قوي، وكل حاجه شغاله لوحدها زي عارفين يعني، كان انا مثلا قاعدين في شقه كده وكل واحد فيها بيعمل حاجه، احنا كل واحد فيها شخص مختلف وكل واحد فيها بيعمل حاجه. الخلية بقى عاملة نظام لوحدها، عاملة سيستم لوحدها كأنها شركة وهم موظفين بيعملوا حاجات. تمام تمام. تمام طيب كملي بعد اذنك. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان هي اصغر جزء في الكائنات الحية، تمام خلاص ماشي. فبيقول لك بقى هنا ايه، طبعا هنا بيشبهه، بيقول لك تمثل وحدة بناء الكائن الحي حيث تشبه ها قالب الطوب في المبنى. احنا قلنا الكلام ده ولا لا؟ صح يا رانيا ولا لا؟ قلنا البيت بيبتدي بايه؟ بقلب طوب بقالب طوب. قلنا المكعبات بيبتدي بايه؟ مكعب. بالمكعب الصغير. فاكره لما كنت بجيب لك مكعبات وتعملي بيت؟ شفتي بقى بس الخليه عامله ربيني ازاي؟ لو انا ما عملت. برافو عليك، انا اهو لازم تبقي شاطره وماشي عشان ايه، تبقي دكتوره شاطره. طيب تالت حاجه بيقول لك ايه، لا يمكن رؤيه معظم الخلايا بالعين المجرده. يعني ايه يعني يا رانيا؟ يعني دلوقتي في خلايا مش هنقدر نشوفها خلاص الا لو جبنا ميكروسكوب وحطيناها تحت كده العينه. فاكرين واحنا كنا في المعمل بنحط العينه كده تحت الميكروسكوب ونبص عليها وماشي عشان نعرف نشوفها، ولا كنت بتعملي ايه يا رانيا في الكليه؟ ايوه احنا كان مثلا نيجي يقول لنا عايزين نشوف الخلية، فبنروح واخدين جزء معين من اي حتة في الجسم ونحطه تحت الميكروسكوب، بعد كده بحط عليه حاجة بس كده عشان توضح الوان كده، بحيث ان ايه اعرف اشوف كل حاجة فيها. طبعا مش كل حاجة بقدر اشوفها بس بقدر اشوف حدودها. تمام. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف بقى ايه ما الخلية، عايزين نعرف بقى يعني ايه الخلية ونحفظها كويس قوي، واحنا خلاص كده فهمناها. يبقى الخلية هنقول ايه؟ هي وحدة بناء الكائن الحي. هي ايه؟ وحدة بناء الكائن الحي. ها وايه؟ اقري كده يا رانيا. وها تبني الخلايا أجسام جميع الكائنات الحية، يعني الخلية بتبني كل إيه؟ يعني أنا أصلا جسمي متكون من خلية، عبارة أنا عن ملايين من الخلايا يا رانيا. يعني اقول لك على حاجة، يعني دلوقتي الانسان الحيوان النبات البداية بتاعته كانت الخلية، ماشي؟ يعني عارفين ورقة الشجر دي لو جبنا جزء منها صغنن كده وجبناها بالميكروسكوب، كل ده عشان نوصل ايه للخلية. يبقى اي كائن حي البناء بتاعه كان بيبقى ايه؟ خلية. الخلية. يبقى نقول التعريف تاني، يبقى الخلية هي ايه؟ وحدة بناء الكائن الحي، وتبني الخلايا أجسام جميع الكائنات الحية. طبعا احنا عرفنا هما ايه أصلا الكائنات الحية، هما 3 في الدنيا كلها، الإنسان والحيوان والنبات. النبات ده كائن حي، اه، لأن انت حتى لما تقطف الوردة بتموت صح؟ فده اصلا كائن حي، ولكن مش زينا، مش بيتحرك ولا بيتكلم ولا كده، ولكن هو بيتنفس فعلا. تمام. وطبعا احنا خدنا الكلام ايه ده في سنة 5 لما خدنا عملية البناء الضوئي، ان هو بياخد ال ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين وهكذا. تمام. طيب ايه بقى اللي بيبني الاجسام دي كلها؟ دلوقتي انا لما بقول لك يا رانيا، لما اقول لك خلاص ماشي بصي بقى خدي لي بقى من الهوا بقى واعملي لي خلية، هل هينفع؟ ليه؟ عشان الهواء مش كائن حي. برافو عليكي، ولا الهوا ولا الماء ولا التربة كائن حي، عشان كده ما فيش فيها خلايا. وبكده نكون خلصنا أول نشاط لسنة 6 ابتدائي في العلوم على خير. ما تنسوش تعملوا لايك اهو، وتشيروا الفيديو لأصحابكم، وتعملوا سبسكرايب لو اشتراك في القناة، عشان أول ما ينزل فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله يوصل لكم وكله يستفاد. شكرا جدا، باي باي.